السلام عليكم، معكم محمد قنديل وحلقة جديدة من لسعة قنديل. أيوة العنوان صحيح، ومن بق أردوغان بقول لكم الإسلام دين تركي ودين الأتراك وبس، وكمان الأتراك حربوا مع الرسول وأتاتورك العلماني عدو الإسلام عند أردوغان قائد إسلامي، تخيلوا مش مصدقين؟ خليكم معايا وانتوا تشوفوا. الرئيس التركي أردوغان كان في مؤتمر لحزبه وحب يرد على زعيم المعارضة كمال أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، الحزب اللي أسسه الهالك كمال أتاتورك. كمال أوغلو وجه انتقادات لأردوغان بسبب توريط الجيش التركي في حرب لا طائل منها في الأراضي السورية أدت لمقتل الكثير من الجنود الأتراك، وأردوغان زعل جدا من كلام أوغلو فصرح تصريحات ذات دلالات خطيرة وعبر عن كل اللي في نفسه. وقبل ما أعرض لكم تصريح أردوغان أحب أقول لكم إن التصريح ده تناوله الإعلام بالفعل وتم تأويله لصالح أردوغان بطريقة ترقيعية هنتكلم عليها بعد شوية. خلونا نشوف ونسمع التصريح وأرجوكم ركزوا في الترجمة. غازي مصطفى كمال أتاتürk Çanakkale'de askerlerimize ne diyordu? Ben sizlere ölmeyi emrediyorum diyordu. Vay Kemal, sen partinin geçmişinden bile bir habersin. Biz bu şehitleri ta Bedir'de verdik, Uhud'da verdik, Huneyn'de verdik, Hendek'te verdik, Selçuklu'da verdik, Osmanlı'da verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz Vay Kemal. قبل ما اقول لكم خطوه التصريح ده من اردوغان ودلالاته احب اقول لكم ان البعض تناول التصريح بان قصد اردوغان هو عموم المسلمين، يعني اردوغان لما قال لقد قدمنا بين قوسين شهداء في بدر واحد وحنين والخندق كمان، بس ما اتكتبش في الترجمه، هو قصد عموم المسلمين قدموا شهداء واحنا الاتراك من عموم المسلمين. احب اقول لكم ده تفسير ساذج جدا جدا جدا، واردوغان بالتصريح ده اظهر العنصريه الشعوبيه التركيه بشكل قبيح وفج ومفضوح، وكانه بيقول ان الاتراك بس هم اللي قدموا شهداء وإن هم الإسلام والإسلام هم والدليل. لاحظوا أردوغان قال إيه كمان مرة. غازي مصطفى كمال أتاتürk Çanakkale'de askerlerimize ne diyordu? Ben sizlere ölmeyi emrediyorum diyordu. هتلاقوا إن في البداية ذكر الهالك كمال أتاتürk أحد ألد أعداء الإسلام وسماه بالغازي، وكمال أتاتürk هو من أشد رموز العنصرية التركية ضد العرب، ذكروا بخصوص أحد معارك الحرب العالمية الأولى في القرن الماضي اسمها معركة جناك قلعة، واعتبر إن تركيا قدمت شهداء في المعركة دي. ماشي، حقه إنه يعتبر أولاد بلده شهداء، مفيش مشكلة، ولكن اللي مش عادي إن أردوغان بعد ما يطبل للهالك أتاتürk عدو الإسلام يقوم ينط أردوغان من زمن أتاتürk لزمن النبي عليه الصلاة والسلام ويشبه حروب أتاتürk بالحروب اللي خاضوها الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، زمن بدر وأحد وحنين والخندق، الزمن اللي العرب شالوا فيه الإسلام فوق كتافهم ورؤوسهم وقدموا الشهداء لنصرة الإسلام. هل أردوغان يحشر الأتراك في الزمن ده؟ أصلا الأتراك ما كانوش دخلوا الإسلام ساعتها، ودليل عنصرية أردوغان ضد العرب واعتبار إن الإسلام هو دين الأتراك إنه نط كمان مرة من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى زمن السلاجقة والعثمانيين، وطنش عن عمد زمن الأمويين والعباسيين لأنهم عرب، وطنش الفتوحات الإسلامية اللي عملها العرب من الصين للأندلس. يعني أردوغان بكل وقاحة ولؤم بيربط الهالك كمال أتاتürk بالتاريخ الإسلامي، وبيطنش عن عمد مادة الإسلام اللي هم العرب، وبينط من زمن كمال أتاتürk لزمن الصحابة من غير ما يذكر أبدا إن هم عرب، وبعدين يروح ناطط من زمن الصحابة لزمن السلاجقة والعثمانيين مفتخرا إن هم كانوا سلاجقة وعثمانيين، ويقوم يختم بزمن الدولة التركية اللي أسسها أتاتürk، يعني قمة العنجهية والعنصرية والشعوبية. مش ناقص غير إنه يقول إنه الإسلام هو دين الأتراك دون سواهم، وإن الهالك كمال أتاتürk كان من الصحابة. علشان كده بقول لكل واحد بيطبل لأردوغان مهما رقعتوا له هيفضل لسانه وأفعاله تفضح حقيقته، وكفاية لسع لحد كده. وأشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.